جزاكم الله تعالى خيرا. ونفس السائل أيضا يقول: إذا كنت قد ورثت عن أبي ورثا ولم أخذه إلى الآن، فهل آثم إن تركته؟ أفتونا مأجورين. لا تآثم إن تركت، تركت الإرث ولم تأخذه، تركته لغيرك من بقية الورثة أو تصدقت به، فلا حرج عليك. نعم، جزاكم الله تعالى لكن خيرا. لكن ما تخليه يضيع، الضياع ما تخليه يضيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. تأخذ الإرث فإن شئت تستعمله، وإن شئت تتصدق به أو تهبه لغيرك. نعم.